يحدث الجفاف عندما تستخدم أو تفقد سوائل أكثر من التي تتناولها، ولا يوجد ماء كاف أو سوائل أخرى كافية في جسدك لأداء وظائفه الطبيعية. إذا لم تعوض السوائل المفقودة فستصاب بالجفاف. ولكن قبل أن نكمل، يرجى الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك. تختلف علامات الجفاف وأعراضه وفقاً للعمر. فالرضع أو الأطفال الصغار تظهر عليهم الأعراض التالية: جفاف الفم واللسان، عدم نزول دموع عند البكاء، جفاف الحفاضات 3 ساعات، عينان وخدان منخمصان، انخماص البقعة الرخوة أعلى الجمجمة، الفتور أو التهيج، البالغون العطش الشديد، انخفاض عدد مرات التبول، بول داكن اللون، الإرهاق، الدوخة، التشوش. العلاج المنزلي هو علاج أولي في حالات الجفاف البسيط، يتم فيه المحاولة على إعادة كمية من السوائل إلى الجسم ببطء وبشكل تدريجي، ويكون على النحو الآتي: شرب سوائل محلى لكي تساعد على إعادة بعض الأملاح التي فقدها الجسم، شرب الماء ببطء لكن بشكل مستمر ومتواصل لإعادة الكميات المطلوبة من السوائل إلى الجسم، تجنب الإعادة السريعة للسوائل المفقودة في حالة الجفاف، حيث قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض نتيجة لاختلال التوازن بين أملاح الدم، محاولة خفض درجة الحرارة المرتفعة بواسطة الأدوية، وخلع الملابس الزائدة والامتناع عن التواجد في أماكن حارة جداً. في بعض الأحيان يحدث الجفاف نتيجة أسباب بسيطة: أولاً، عدم الشرب الكافي للسوائل بسبب المرض أو الانشغال، أو بسبب نقص الحصول على مياه الشرب الآمنة عند السفر وغيره. ثانياً، الإسهال والقيء. ثالثاً، الحمى. فكلما ارتفعت درجة الحمى زادت حالة الجفاف. رابعاً، فرط التعرق. في حالة ممارسة النشاط القوي وعدم استبدال السوائل المفقودة، كما يزيد الطقس الحار والرطب مقدار التعرق ومقدار فقدان السوائل. خامساً، التبول الزائد. قد ينتج هذا بسبب داء السكري غير الخاضع للتشخيص أو العلاج، كما أن بعض الأدوية مثل مدرات البول وبعض أدوية ضغط الدم يمكن أن تؤدي إلى الجفاف.